يقول السائل: أعاني من وساوس قهرية، وأنطق أحيانا بكلمات كفر وشرك، وكذلك أفعل أحيانا أفعال كفر وشرك. السؤال: مع هذه الأفعال الكفرية والشركية وكذلك الكلمات، هل أنا مسلم برغم كل هذا وتكراره، أم أحتاج في كل مرة أن نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام من جديد؟ عليك بترك هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، والاستعاذة بالله من الشيطان، والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، ولا تنعزل عن إخوانك، ولا تنعزل عن أهل الخير، اجلس جالس أهل الخير، لا تنفرد، سلط عليك الشيطان، خلك مع أهل الخير ومجالس الخير مع إخوانك الطيبين، وسيزول عنك هذا العمل. ولا تتكلم بكلام محرم أو تفعل فعلا محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. اترك العمل هذا، تب إلى الله عز وجل مما حصل، ولا تعود لمثله، لا تنطق به ولا تفعل شيء. ومثل ما ذكرنا لك، أكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن حضور مجالس العلم وأهل الخير، ويزول عنك هذا المحذور. وحافظ على الصلاة مع الجماعة في المساجد، ويزول عنك بإذن الله هذا الشيء.